أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يصح أن يسمى أهل السنة والجماعة بأنهم فرقة لحديث أنها تفترق على 73 فرقة؟ يسمى الطائفة المنصورة طائفة المنصورة، ولا يسمون فرقة، لأنهم الأصل. الفرق ذي مخالفة لهم وهم الأصل، هم باقون على الأصل، لم يفترقوا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.